مرات بتطير تبعد عن مدينة بيت لحم 10 كيلومترات وعشرة كيلومترات أخرى عن مدينة القدس، ولازالت تمر منها سكة قطار حديد الحجاز على مسافة 4.5 كيلومترات إلى يومنا هذا. تسمية بتير يقال أنها جاءت من بيت الطير أو من بترا أي الصخر، حيث يوجد فيها كميات من الصخور مميزة الشكل واللون. ويقيم في البلدة حالياً 5000 نسمة، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها 5000 دنم. حالياً جزء من أهالي البلد موظفين، جزء أعمال حرة، جزء بيعملوا في الزراعة، وخلينا نقول يعني الزراعة عامل مشترك، يعني الموظف يعمل في وظيفته ويعمل في الزراعة. العمل الحر يعني ممكن صاحب دكان صاحب كذا بيشتغل في دكانته في مصنعه وبيشتغل في زراعة أرضه، يعني الأرض هي المحور الأساسي لأهل بتير، لا يتركوها أبدا. هنا أول نقطة مرئية لمصدر المياه التي تأتي من بطن الجبل وتسمى عين البلد، يستخدمها السكان استخدامات يومية كالشرب والتغسيل. أجي هون أنا وأصحابي نغسل ونشرب نلعب في الماء، لأنه مكان حلو هاد إلنا بالنسبة لنا، يعني بنحسهم بالحرية كتير. هذا الحمام الروماني القديم تتدفق فيه المياه دون توقف قبل أن تسير وتتجمع في هذه البركة تمهيدا لوصولها إلى الأراضي الزراعية. النظام المائي في بتير يصل إلى كل أراضيها الزراعية التي تملكها 8 عائلات، ويتم توزيع المياه بحيث تكون أدوار العائلات تباعا. والنظام المائي هذا موجود منذ أن وجدت بتير، وهو أشبه ما يكون بنظام كمبيوتر لا يخطئ ولا يعدل عليه. وبتير خضرتها أشهر أنواع خضار موجودة في الوطن، لأن معروفة بنقاوية الماء تبعها وبصلاحية أرضها وبالمصاطب اللي بتنزرع عليها وتزرع حسب النظام التقليدي القديم، سقي في الأحواض لا على التنقيط ولا على البرابيج، يعني منزرعين في الأرض، فش بتير ألا بحب أرضه حتى النخاع. تمتاز بتير بطبيعة خلابة وتكتسي باللون الأخضر على مدار العام، ويمر منها قطار سكة حديد الحجاز، حيث أن مساحات من أراضيها تخضع لاتفاقية رودوس التي تقضي بمرور القطار منها مع احتفاظ أهلها بها والعمل فيها. وهذه المدرسة القديمة مثلا لا يزال القطار يمر من أمامها حتى اليوم.